بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه أجمعين. أيها المشاهدون والمشاهدات، نعيش هذه الأجواء الإيمانية الربانية الرمضانية التي يزداد فيها إيماننا ويقيننا وإقبالنا على ربنا سبحانه جل وعلا. وإن من أجل الأعمال وأعظمها عمل يجتمع فيه أمران: عظم زمانه وعظم مكانه. الزمان كما تعلمون هو زمان شهر رمضان، وهو زمان مبارك، زمان لله فيه نفحات، ولله فيه بركات، ولله فيه عطاءات وإشراقات. أما أجمل الأمكنة وأفضلها عند الله جل وعلا فهو مكة المكرمة. لذلك من أحب الأعمال وأجملها العمرة في رمضان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لامرأة من الأنصار: اعتمري فإن عمرة في رمضان تعدل حجة. من حيث أجرها وثوابها ومقامها عند الله، فهذا ترغيب من رسول الله صلى الله عليه وسلم في عمل العمرة. العمرة يضحي الإنسان فيها بوقته وماله ومفارقة أهله والبعد عن وطنه، وكل هذا له ميزته وله أجره وله ثوابه عند الله سبحانه وتعالى. فمن أخلص العمل وصدق مع الله كان بمقام عال عند الله. العمرة باب من أبواب الجنة، فافعلوها واعملوها بقلوب فيها من اليقين وفيها من الثقة والصدق والإخلاص لله، ما يرفع درجاتكم عند الله. والله تعالى يهيئ الأسباب لكل راغب ولكل مشتاق إلى ذلك المقام المبارك حتى يؤدي العمرة وتتيسر له الزيارة لمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والصلاة فيه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيارة البقيع وأحد وصلاة ركعتين في مسجد قباء. هيأ الله لكم الأسباب ووسع لكم في الأرزاق حتى تتيسر لكم هذه الزيارة المباركة. والله تعالى يوفقنا ويوفقكم لكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وتابعونا في شهر الخير ورمضان كريم. أصوات الإذاعة اللي كتفهمني وتفيدني.